في ليبيا أعصار دانيال ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسميح دانيال؟ اختاروا دانيال. من هو؟ من هو؟ هو نبي عبري، اللي تم الاختيار بطبيعة الحال من قبل الجهات التي تختار الأسماء، وهذا الأعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه. ألم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال؟ هذه قضية أخرى، لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريبا في ضرب العقل والتفكير في حالة غيبوبة فكرية تماما. نعم. من أبراهام إلى دانيال واضحة جداً.